الحق في المعرفة يتأتى عبر تجويد الوصول إلى المعلومة، هدف تسعى إلى تحقيقه المجموعة الدولية عبر احتفالها باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة. هذه الذكرى السنوية التي كان المغرب واحدا من بين 3 بلدان اقترحت ضمن المكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو توصية بتخصيص يوم عالمي للحق في الولوج إلى المعلومة باعتباره حقا محوريا للديمقراطية ولكرامة الأفراد. الهدف ديالنا بتخليد هذا اليوم هذا هو أنه نبرز أنه العمل من أجل الحق في الحصول في المعلومة هو عمل دؤوب، عمل يومي، ماشي عمل موسمي، هو عمل يخصو يساهم في تغيير ثقافة المواطنين وثقافة الإدارات وثقافة المؤسسات اللي تشتغل بالنسبة للشأن العام. الهدف ديالنا هو دعم مفهوم النشر الاستباقي. ويرتبط الوصول إلى تنمية مستدامة في المجتمعات الحديثة بتبني ضمانات سياسية وتشريعية للولوج العمومي إلى المعلومة التي تعتبر جزءا معززا للسياسات العمومية في هذا المجال. في عصرنا حيث يتم التواصل بشكل كلي عبر الإنترنت وحيث تستخدم الشركات الكبرى معطياتنا، هذه أسئلة يجب التطرق لها ومعالجتها بشكل يومي. اللجان في المغرب مستقلة بشكل كلي للقيام بأدوارها فيما يخص حماية حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وهو حق لكن أيضا واجب، حيث لا يمكن لأي مواطن أن ينشر أي معلومة على أي كان أو اختلاق أخبار كاذبة. ضمان حق الولوج إلى المعلومة أولوية قصوى بالنسبة لنا في منظمة اليونسكو. نحن مقتنعون بأن الوصول إلى المعلومة شرط أساس لضمان حقوق الإنسان، فمحاربة التعتيم الإعلامي تتطلب ضمان ولوج إلى المعلومة قوي وشفاف. وتسعى منظمة اليونسكو إلى إشراك كل الفاعلين في السياسات العمومية لترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة، خاصة في زمن الأزمات، بدون تمييز وبتوافق مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، بغية حمايتها من المخاطر الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها.